يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالرقية الجماعية، وهي أن الراقي يقرأ على مجموعة من الناس في وقت واحد، هل هذا مشروع؟ لا، مثل اللي يخطب في المسجد في الجامع يقف وهم قدامه ينفث عليهم جميع، هذا ما ورد هذا. أو بالتلفون يقرأ على المريض بالتلفون، أو يقرأ في الوايت وايت الماء أو الخزان، هذه علشان الدراهم، مبالغات علشان الدراهم، هذه الأمور لا تجوز وليست من الرقية، وهذه إساءة إلى الرقية، تشويه سمعة للرقية. نعم.